صراحة جد مسرورين وسعداء حيت المنتخب تصنف رقم 11 عالميا من طرف الفيفا، وفعلا هذا التصنيف هذا ما جاش غير هكاك، بالعكس فعلا المنتخب المغربي بين انه وصل واحد المستوى هائل، وبين بانه من هنا لقدام غادي يحقق انتصارات كبار، وفعلا علاش لا الكأس العالم اللي جاي ناخذوا المرتبه الاولى ونديوه طبعا الحال، علاش لا، بما ان المنتخب فيه لاعبين جيدين، في ناس في المستوى سواء كاين مدرب واعر، يعني حتى الفرقه لقيناها الحمد لله، يعني علاش لا، علاش كما خلاها المدرب الكراكي ديروا النيه وغادي فعلا غادي نحققوا انتصارات مزيانين. شكرا. رايك بخصوص الاداء ديال المنتخب الوطني في هذا المشوار؟ الاداء بطبيعه الحال بما ان المنتخب فيه لعابه جيدين تبارك الله، منهم زياش، منهم العديد والعديد والعديد، يعني الاداء ديالهم كان في المستوى، فعلا فرحوا الجمهور المغربي. السلام عليكم ورحمه الله، معكم حمادي عبد الرحمن. كنتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، لان المنتخب الوطني المغربي اليوم الحمد لله يعني اعطى نتيجه كبيره في القاره الافريقيه، وكذلك في كذلك الامه العربيه والاسلاميه، وكذلك الامازيغ بمناطق مختلفه، لان المنتخب الوطني اليوم ما كانش الناس كيحلموا بهاد المراتب هذه، وكذلك كاين مراتب اخرىيا اللي جايه لقدام، كاين واحد العدد كبير ديال التصنيفات للمنتخب الوطني، وكذلك اللاعبي ومدرب وكذلك مسيري هذا الفريق. كنتمنوا كل التوفيق لفريق الوطني المغربي، وكنتمنوا ندعموه نفسيا وندعموه دعم يعني معنويا وكذلك ماديا، باش ان شاء الله نشوفوا المنتخب الوطني في اعلى الرتب، سواء في المنتخبات الافريقيه ولا كذلك المنتخبات العالميه، اللي اليوم واحد العدد كبير ديال الناس كيأيدوا المنتخب الوطني، وكيقولوا بلي المنتخب الوطني المغربي اعطى صوره حقيقيه للكره القدم وللرياضه عموما. وشكرا لكم على هذه الالتفاته. شكرا اخي عثمان، كنتمنى لكم كل التوفيق وكنتمنى لكم السعاده، ودائما الدار الحمد لله دارنا، لان كنقولوا فيها داكشي اللي بغينا وكذلك داكشي اللي شفنا، داكشي علاش دائما كنعطيو تصريحات للدار، لانها دار لكل مواطن مغربي ومغربيه. وشكرا لكم. بخصوص حصول المنتخب المغربي على الرتبة 11 عالميا، فهذا تشريف لنا نظير ما قدمه المنتخب الوطني طيلة المنافسات القارية والمنافسات الدولية، خصوصا المنافسة ديال كأس العالم الأخيرة في قطر. يعني لاحظنا أن مجهودات اللاعبين خاصة توج بهذا الترتيب، رغم أننا كنا كنتمناو أقل منه، يعني تكون تسعود ولا خمسة، لكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن هذا الشيء حنا كنفتخروا به، وكنفتخروا بالمنتخب ديالنا، وكنفتخروا براس لابوكا، راس لابوكا لأنه اللي رد المنتخب الوطني ديالنا للسكة الصحيحة، وقدر أنه يحصل على هذه الرتبة. وأنا متيقن وعلى يقين أنه غادي نزيدوا، غادي نحتلوا الرتب المتقدمة اللي غادي تخول لنا اننا نكونوا ضمن المنتخبات القويه في العالم، خصوصا ان تابعنا كاس افريقيا اللي كما قال والد ركراكي للاعبين، ما يمكنش نكونوا ملوك العالم الا ضروري اننا نكونوا ملوك القاره الافريقيه، كذلك من بعد ما غادي يجي كاس افريقيا غادي نكونوا ملوك افريقيا، ثم بعدها غادي نكونوا ملوك كاس العالم، وبعدها غادي نحصلوا على الرتب الثلاثه ولا الاربعه الاولى عالميا. وهنا كنوه كذلك بالمجهودات ديال فوز القجع، لانه رد الكره المغربيه للسكه الصحيحه، خصوصا اننا كنشوفوا انجازات ديال المغرب، المنتخب المغربي داخل القاعات، وكذلك المنتخب المغربي للكره النسويه، ودابا ابناء الركراكي. ما علينا الا نقولوا هنيئا لنا بهذه الرتبه، وانا متاكد اننا كنستحقوا الافضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، موقع الدار. أولا يعني كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا باش يعني وفق المنتخب الوطني المغربي اللي وصل لواحد الإنجاز اللي صراحة ما كنتخيلوش، يعني هذا الإنجاز كنفتخروا به كالمغاربة كعرب كإفريقيين، يعني هذا الإنجاز صراحة يعني فيما مشيتي يعني كتهز راسك بالمنتخب الوطني بهذا يعني بهذا
قدرات بهاد يعني بهاد اللمسات اللي قدموا في كاس العالم. وصراحه كنتمنى الناس باش يدعموا المنتخب الوطني المغربي يعني غير يعني بايجابيات ان شاء الله، باش ديما المنتخب الوطني المغربي باش نشوفوه في اعلى المراتب في الكؤوس اللي جايين مستقبلا ان شاء الله. وكنتمنى كل اللي هو مغربي يكون حر يشجع المنتخب الوطني. وحنا مفتخرين بهذا الشباب، مفتخرين بهذا المدرب صراحه اللي وصل اللعابه، وصل المغرب للعالميه. وكنتمنى له كل التوفيق، وكنشكروا جلاله الملك محمد السادس اللي مهتم بهذا الفريق، يعني دعمه معنويا ماديا. كنتمنى لهم كل التوفيق، والله يوفق الجميع. شعارنا الدائم الله الوطن الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.